وهي انا وفريال حكينا لكم كل شيء صار معنا وبالتفصيل. انتوا حكوا لنا شو في اخبار؟ الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. خير يا ابي، شو بك مو على بعضك؟ نحن منين بتجينا المصايب غير من هالدب اللي عامل حاله بيه؟ ولك كثير علي يقولوا له جحش. ليش شو عامل معكم؟ ابو عصمت فاتح ورشه ذهب وجاب واحد ارمني حلبي يشتغل فيها. ايه وين المشكله؟ وابي بيفتح ورشه فضه. والله احسن شيء مثل ما قالت بوسينا، افتح ورشه فضه وجيب احسن فضاضاتي بالشام. والله مزبوط يا ام الحسن، انت ليش ما بتفتح ورشه فضه وانا بدعمك فيها؟ لك يا اخي المشكله انه عزمي بيك مسيطر على الفضه، ما فيني اشتغل الا عن طريقه. تعرفوا يا جماعه شغلنا كتير قويان، والطلب على البروكار والاغباني كتران كتير هالايامات. بس يمشوا الفرنساويه من عنا رح ياخذوا بضاعه خير الله. شو بك يا ابي؟ ليش ما عم تشارك بالحديث؟ لا لا عم بسمع بنتي عم بسمع. انت ابو النور وما حدا قدك، وابو النور انا ما بعرفه هيك.